ولادنا هم كنزنا وكنز حياتنا وكنز بلدنا مصر الحبيبة، كلنا بنعيش عشانهم، بنقضي الأدوار عشانهم، حياتنا كلها بتروح عشانهم. لكن في بعض الأوقات بنسيبهم كده للفراغ بياخدهم، فبيروحوا في دنيا تانية خالص، فبتبدأ حياتهم تتغير، للأسف إنها بتتغير للأسوأ. وطبعا كل أم وكل أب ما بتحبش أبدا إنها تشوف ولادها بيعيشوا في جو مش الجو اللي هي حابة إن هم يعيشوا فيه. فتعالوا النهاردة نتكلم عن الفراغ وعن العنف، وطبعا الفراغ بيسبب العنف، وده وجهة نظري. أي حد بيكون عنده فراغ بيلاقي نفسه كده بيدخل في دنيا تانية، بيكون بيعيش في عنف، أو بيمارس العنف زي ما بيقولوا، بيمارس العنف لأن هو بيتعرف على أصدقاء سوء طبعا، وبيعمل حاجات كتيرة جدا بتاخده الدنيا لدنيا تانية. النهاردة هيكون حلقتي عن الفراغ وعن العنف، ومعايا النهاردة اتنين جامدين جدا، الفنان عبده موتة والكابوس العالمي، هناخده في الفقرة التانية. ولكن طبعا معايا النهاردة الشيف الحلواني، نجم النجوم الحلويات، الشيف أحمد اللهوني. أهلا بيك يا أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عور. أهلا بيك يا نجم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. الفنان عبده موتة النهاردة منورني. بس قبل ما نبدأ معاك يا أحمد النهاردة، هنبدأ بالشيف أحمد. هتقدم لنا إيه النهاردة يا شيف أحمد؟ والله هو أول حاجة مبدئيا إحنا كنا نحتفل بعيد ميلاد الأستاذ عور أول حاجة، فهي طبعا عشان الظروف اللي حصلت للشهيد احمد البنا رفضت الاحتفال ان احنا نعمل لها تورتايه عيد ميلادها. فانا حبيت اول حاجه ابدا بيها النهارده اعملها لها مفاجاه، واعمل لها اول حاجه التورتايه بتاعتها دوت بعد اذنها ونحتفل. انت بتفاجئني على الهوا كده يا احمد، يعني معلش احمد يا جماعه بيفاجئني النهارده على الهوا. بشكرك بجد قدام الجمهور، بشكرك يا احمد لشعورك الطيب بجد واحساسك. وعلى فكره انا اصلا يعني ما حبيتش ابدا ان انا اعمل عيد ميلادي، وممكن يكون اهلي زعلوا مني علشان انا ما حبيتش اعمل عيد ميلادي، لانه هو جه في وقت مقتل محمود البنا الله يرحمه الشهيد. فكان صعب جدا عليا ان انا بجد احتفل بعيد ميلادي ومحمود متوفي بالطريقه الوحشيه دي. وده الموضوع اللي انا بتكلم فيه يا جماعه، ممكن يكون راجح قتله. ليه قتله؟ لان هو عاش في فراغ كبير مش لاقي حاجه يعملها، فتعرف على شباب سوء خدوه للدنيا الثالثه اللي انا بتكلم فيها، ان هو بدا ياخد دراجز، بدا يحضر حاجات، يقعد على القفيهات، عنده وقت كبير مش لاقي حاجه يعملها كشاب طبعا. لكن لو لقى حد يوجهه ما كانش هيوصل للقصه دي، ان هو يقتل حد من زمايله او يرتكب جريمه اكيد هو بيندم عليها دلوقتي. وخسرنا شاب من افضل الشباب الموجودين في مصر. تعالوا النهارده نتكلم بقى مع النجم عبده موت. اهلا بيك يا عبده. اهلا وسهلا بيك يا استاذه. كلمني بقى وهنسيبك بقى تبدا يا شيف. انا هتفضل. انا هتعامل مع نفسي. كلمني بقى عن مشوارك وبدايتك، بدات ازاي يا عبده؟ بدات الاول في كنت بشتغل بادي جارد في نادي. الاول كنت مدرب كامل اجسام، اشتغلت بادي جارد في نادي. كلمني عن بدايتك بقى من وانت صغير، يعني موهبه التمثيل ازاي اكتشفتها؟ ازاي عرفت ان انت عندك حب او ملكه التمثيل؟ يعني شايفاك بتحب جدا جدا المشوار وبتتعب قوي وبتشتغل على نفسك كويس قوي، بس عرف الجمهور انت ازاي بدات او اكتشفتها ازاي يا عبد؟ بص يا فندم، انا كنت شغال الاول مدرب كمال اجسام، اشتغلت في مدرب فتره طويله جدا. بعد كده اشتغلت بادي جارد، شافني حد كده قال لي يا عبد تشتغل معانا بادي جارد، انت عامل فورمه كويسه وتشتغل معانا بادي جارد. نزلت مجال البادي جارد، جات لي مجال التمثيل بمكالمه تليفون، ان حد قال لي يا عبد انت عايزك معايا في مشهد. يعني هي بدايتك يا عبد كان ان انت بدات دخلت مجال كمال الاجسام، كنت عايز تعمل فورمه لنفسك. اعمل نفسي فورمه واشتغل على نفسي. وانا هتكلم معاك في القصه دي طبعا، لان طبعا انت عارف في جيمات في ناس بتشتغل على نفسها صح، وفي ناس بتشتغل غلط. طبعا يا فندم. بتسبب الوفاه، يعني نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس خلينا نتكلم دلوقتي في مشوارك كمل. بعد كده على طول اشتغلت في بيت، انزل مع رجال اعمال، انزل في مؤتمرات، انزل في تامين تبع السفارات. يا ريت يا جماعه نعرض طيب صور للفنان عبده موتة دلوقتي واحنا بنتكلم، اتفضل يا عبده. بعديها على طول اول حاجه بدات بيها ان انا اشتغلت مع زي معاد الامام، عاملين شغل اكشن ومطاردات. اتكلمنا عن الصوره دي يا عبده. دي كنت في مسلسل اخر حاجه لمسه اكتاف، طلع ان انا بعمل شغل اكشن وبخطف حد وكده وبعمل شغل اكشن وبنعمل شغل جميل. يعني الغريب يا عبده ان انت يعني عايز اقول لك يعني من اطيب خلق الله. ربنا يحفظك. مع ذلك اخترت ادوار صعبه جدا، يعني كلمني برضو عن الصوره دي اللي ظهرت. الصوره دي برضو في نفسي برضو المسلسل كنت عامل برضو في مشهد مع استاذ فتحي عبد الوهاب، طالعين بنتكلم وعاملين اللي احنا بقى المفروض ان احنا عصابه بننفذ حاجه، فانا كنت متقمص بقى الشخصيه بعد المشهد على طول، حتى صوري كلها بتكون كده بعد كل مشهد.
ان انا ببقى متقمص نفس المسد والصوره اللي معانا الثالثه دي في مسلسل طويعة بعد ما خطفت النجم عمرو يوسف وعملت شغل اكشن ومطاردات. انت بقى اللي خطفت النجم عمرو يوسف؟ خطفته وعملت معاه شغل اكشن جامد. انت بقى اللي خطفته ورفعت بوش السلاح وعملت شغل جامد جدا طبعا. الصوره دي في الجيم. ودي وانت في الجيم؟ في الجيم عندي. انا بحب اللعبه جدا وبشتغل على نفسي جدا وبدي حقها. يعني مهم قوي دور الجيم للفنانين بيشتغل على نفسه. طبعا لازم يكون في الفورمه ويكون عنده لياقه عاليه طبعا. طبعا يا فندم طبعا. عشان انا حتى كمان غير الجيم يا فندم انا كنت جت عليا فتره كنت بتدرب ام ام اي في المنظمه، بتدرب ام ام اي فنون قتال لان انا اعرف اتحرك، اعرف ان انا قمت اتحرك اجري، او بتدرب سباحه، اي حاجه عندي جوايا انا مش بعملها انا بحاول ان انا انميها. حتى كمان جت فتره ان انا عايز اتدرب ستريت فايت، ان انا نط من فوق العماير، عايز اعمل حاجات ما اتعملش قبل كده اصلا في مصر، يعني ما فيش حد بدا ان هو يعملها، ما فيش حد اشتغل عليها، فبحاول ان انا اشتغل على دوت. انا بس اللي كنت مفتقده دايما الداعم، ان هو حد يقول لي مثلا ايه تعالى هنعمل ده، عشان انا لوحدي فما فيش حد بيدعمني. قابلتك صعوبات يا عبدو في مشوار حياتك في بدايتك كفنان؟ طبعا يا فندم طبعا صعوبات كتير جدا. الاول انا كنت يعني الاول كنت بروح كده ان انا ضليل الطريق، يعني حد مثلا كلمني مره واثنين عايزينك في شغل، بعد كده انا ضليل الطريق مش عارف ان انا اروح فين، فبقيت اروح مكاتب الكاستنج، اروح اعمل كاستنج كتير، فمفيش حد بيكلمني. يعني كنت بتروح بتقدم نفسك للمكاتب الكاستنج؟ ما هو دي في حد ذاتها السعي في حد ذاته ده نجاح لك على فكره. يعني طبعا ان انت تعرض نفسك هنا وهنا، ان انت عندك موهبه مدفونه جواك عايز تطلعها، فكون ان انت تطلع موهبتك ان انت تبحث عنها فدي حاجه حلوة جدا. هو انت كده يعني ما بتمارسش الفراغ او ما عندكش فراغ، ما اديتش وقت للفراغ ان هو يسيطر عليك فتبدا تعيش في الحياه الثالثه اللي انا بتكلم عليها اللي هي حياه العنف، واللي هو مش لاقي نفسه مش لاقي حاجه يعملها. بس كلمني عن دور المسلسلات والافلام والعنف اللي بيتجسد دلوقتي في معظم، هنلاقيه في معظم المسلسلات والافلام، ودور الفنانين في تاديه الدور دوت. هل بيكون له تاثير سلبي او بيدي طاقه سلبيه للمجتمع المصري من خلال الادوار دي يا عبدو؟ طبعا يا فندم طبعا. كل الشباب دلوقتي معترف يعني، كل شباب العصر دلوقتي اي حد بيقعد قدام التلفزيون بيبقى مستني مين نجمه المفضل، مين النجم اللي بيقدم له حاجه هو بيحبها او بيحب ان هو يتابعه. فانا شايف دلوقتي حد مثلا بيقدم دور مثلا بلطجه، ماشي مثلا في فريق مثلا بلطجه، شايف مثلا حد مثلا بيمشي في دور ضابط، انا ببقى حابب ان انا اكون قدوه زيه. هو مثلا ضابط بيعمل حاجات عامل مثلا دور ضابط، عامل دور حلو شغل اكشن، بحاول ان انا اكون زيه. حد طبعا مثلا بيشتغل على نفسه، واحد مثلا طالع في فيلم مثلا بيشتغل على نفسه بيجتهد بيكافح من صغره تعبان وشقيان، فبحاول ان انا اكون زي الشخص ده، باخده قدوه في الاخر ان هو جاي للرساله. بيأثر قوي دور الفنان على فكره. انا قابلتني بنت كده بالصدفه، كنت قاعده في مكان وبعدين طفله صغيره فبتقول لي يا طنط انا بقيت اشرب اللبن لان انا شفت محمد رمضان بيشرب اللبن في المسلسل فبقيت اشرب اللبن ما كنتش بشربه. استغربت جدا 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 من الكلام اللي هي قالته، يعني قد ايه دور الفنان بيبقى مهم. برضو من الناحيه الثانيه هنلاقي ان محمد رمضان في بعض الادوار بيمارس فيها دور العنف او حتى لو هو دور المظلوم ولكن بياخد حقه بشكل طبعا غير مشروع، فده احنا طبعا ما بننصحش اي حد ان هو يعمل الحاجات دي. طبعا في قانون في البلد وفي كل حاجه، ولكن للاسف فعلا بتاثر تاثير مباشر وبتدي طاقه سلبيه فعلا للشباب فبيبدا يقلد. طبعا يا فندم طبعا. حتى كمان اخر 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 حاجه، يعني كان في برده بعد فيلم برده في نزل برده كان في برده بلطجه والكلام ده، لقينا على طول بعديها جرائم قتل مفيش، كله بالكذلك وكله بالسيوف وكله بالمطاوي. طب كل ده بيتاثر بالسلبي على المجتمع. يعني انا قاعد دلوقتي قدام التلفزيون بكامل حضرتك، قاعد قدام التلفزيون بفرج على ممثل مثلا انا بحبه، الممثل المفضل ليا، شايفه بيضرب بالكذلك وبيعوج بقه وبيتكلم بطريقه انا مش حاببها، فغصبا عني الطفل اللي انا بربيه ده المفروض اصلا انا بطفي التلفزيون او ما بش حاجه زي كده، بطفي التلفزيون وبقول لكل اهل بيتي وكل قرايبي ان انا ما اتفرجش على حاجه زي كده. هو برضو التلفزيون او اليوتيوب او كل ده سلاح ذو حدين يا عبدو. يعني لو هتستخدم التلفزيون في انك تتفرج او تشاهد مسلسل هيكون هادف او هتاخد منه الحاجات الايجابيه اللي فيه او حتى المسج اللي بيبعتها المخرج والكاتب من خلال المسلسل او الفيلم، هتبقى حاجه كويسه ان احنا نقدر يعني نطور من حياتنا ومن نفسنا لان كلها مسجات. لكن للاسف الشباب بياخدوا الجانب السيء وبيقلدوه. تفتكر هل يعني الأم بتكون ليها دور إن ابنها بيعيش في حالة الفراغ دي فيبدأ يتحول لحد عنيف جدا، حتى بيكون عنيف مع
اهله في البيت ومع اخواته يعبدوا. طبعا فن طبعا. ما كنت لسه بقول لحضرتك ان انا دلوقتي بتفرج على التلفزيون، شوف شايف مثلا حد بيعمل مشاهد بلطجه وعنف، بيشتم، بيعمل اي حاجه من طريق الاجرام، فانا بقلده. انا هقطعك بقى ونشوف اتفضلي اتفضلي الشيف احمد اللي هون عامل لنا بقى تورتايه جامده خالص، يعني انا مش متصوره. احسنت يا شيف، بجد يعني ما شاء الله عليك. مش عارفه اشكرك ازاي وانت اصلا فاجئتني النهارده بالتورتايه الجميله دي. كل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي ميرسي بجد، شرف لي ان انا اللي بعمل تورتايه عيد ميلاد حضرتك. احنا النهارده احنا دلوقتي عملنا ايه بقى؟ احنا نتعرف برضو الجمهور، لان في برضو اولياء امور كتير واحنا ايام مدارس، ففي امهات كتير جدا بتحب انها تعمل لاولادها تورتايه وبتحط لهم في البوكس كده هم رايحين المدرسه، فبتديهم طاقه. عرفنا بقى كده اللي انت عملتها ازاي برضو يا جماعه، يا ريت برضو نكتب على الشاشه المقادير. هو مبدئيا كده المقادير، الاول حاجه الكيك. الكيك عباره عن 15 بيضه ونص كيلو سكر. 15 بيضه ده علشان هنعمل ده الكيكه، ده اول حاجه مبدئيا. ممكن تعمل بوكس صغير كده يعني على قد نهايه بوكس صغير ممكن بقى يعني ايه تجزأ الكميه او الريسيب اللي احنا هنقوله. مبدئيا بيبقى ال 15 بيضه ونص كيلو سكر دول بيتضربوا بالمضرب اولا، بعدين بيطلع البيض بنحط نص كيلو دقيق وورق بيكنج باودر عليه، بتستوي بنسيبها لما تبرد خالص، بعدين بنفتحها زي ما انا عملت كده وبنحشيها بقى كريمه ثلاث طبقات، وبعد الثلاث طبقات بنديها كريمه من على الجنوب. في حد مش بيحب الكريمه قوي يا احمد، يعني ممكن تبقى طبقه واحده بس كافيه ولا لازم ثلاث طبقات؟ لا لا لا، ممكن طبقه واحده طبعا كافيه. أوكي. احنا الثلاث طبقات بنعملهم طبعا عشان لما بيكون في عدد دي في احتفال. دي بتتناسب مع مرضى السكر، حضراتكم عارفين ان مريض السكر ما يقدرش طبعا انه ياكل في الحلويات بشكل كبير، يعني هل يقدر ياكلها مريض السكر طبعاً ولا طبعاً بيبقى له مقادير معينه يقدر ان هو يعملها وياكلها في البيت لو مش هيقدر يشتريها من بره؟ لا، هي لو في البيت في بديل، في السكر دايت بيعمل بيه في البيت سكر الدايت كويس، سكر الدايت يعني يقدر ياكل منه اي كميه هو عاوزها. مفيش اكتر من الناس الموجوده في مصر عندها سكر في الوقت الحالي. والله اتفضل. وطبعا بقى بنزوقها كده، نصها ممكن شوكولاته ونصها فاكهه. طب نشتغل واحنا بنتكلم عشان ما نضيعش وقتنا. طيب هاخدك تاني يا عبدو، وهنتكلم عن اسمك مقترن باسم الفنان محمد رمضان. عبدو موتى والفنان محمد رمضان في بدايته اتشهر باسم عبدو موتى، وانت من صغرك بيطلق عليك اسم عبدو موتى. ارتباط الاسمين او تشابه الاسماء دي وانت ممثل وهو ممثل، دي ما عملتش معاك مشاكل بالنسبه للجمهور او بالنسبه في حياتك بشكل عام، او ما سببتش عائق في شغلك؟ طبعا يا فندم. مجال البودي جارد، هو في مجال البودي جارد بالايجاب ولا بالسلب؟ لا لا، هو في مجال البودي جارد عادي، ان احنا كده كده كاصدقاء، فكل واحد ليه شهرته، فكل الناس عارفاني بعبده موته، حتى الناس اللي كانت معايا عشان كل مجال البودي جارد اصدقائي اللي اشتغلنا مع بعض، فكلهم عارفيني من الاول ان انا مشهور بالاسم دوت. بس لما بدات اخش الميديا، بدات اخش الفن، بقيت عاوز اغير الاسم ده خالص عشان ابعد عن اي ايه، ابعد عن اي وجه مقارنه، ما حدش يجي يقول لي لا انت واخد الاسم ده من حد، او حد مثلا يبدا ان هو يهاجم، او حد مثلا يبدا ان هو يقول لي لا احنا كفايه بلطجه، احنا عملنا بلطجه، فكفايه بلطجه يعني مش عايز اظهر بصوره غير لائقه. فقلت ايه، هغير الاسم ده. لحد ما جالي شغل في ثلاث مسلسلات، فيلمين ومسلسل طالع بضرب فيهم بالنار وبضرب نار، فحسيت ان هي رساله من عند ربنا ان انت لا اثبت على الاسم ده، انت حاجه يعني كل واحد فيكم ليه رتمه، كل واحد فيكم ليه دنيته، انت اسم، انت كاسم حاجه كشهره مش بيها. هو اسمك اللي يعني اتشهرت بيه من وانت صغير، يعني لو مثلا كنت اخذته من عبده وموته او من فنان محمد رمضان كنا هنقول مثلا ده فيه بتقلده، ولكن هو الاسم فعلا من وانت صغير، وانا اعرفك يا عبده من واحنا صغيرين، ففعلا اسم عبده موته هو عايز اقول لك ملقب بيه من صغره فعلا. عايز اقول لحضرتك حاجه برضو، دي في حاجه بس بسيطه. لما الاسم ده حد مثلا بيدهلي بيه، انا مثلا في الشارع مثلا حد مثلا بيدهلي مثلا عبده موته، وحد مثلا بيقول لي مثلا بيضحك او مثلا مستقلق، انا بتضايق. لو حد مثلا جه مثلا قال مثلا عبده، حد مثلا قاعد مثلا مع حد وجه قال مثلا ايه يا عم هو عبده سبب البلطجه، بتخبط فيا الكلمه. انا بحس ان انا محمد سعد اتشهر في مصر كلها وفي العالم العربي كله باسم اللمبي، يعني هو في كتير جدا من الاحيان الاسم خلاص بيكون مصاحب صاحبه او مصاحب الفنان. مهما عمل ادوار تانية فبيفضل الاسم مرافق لي. ولكن قول لي انت مقتنع بادوار الشر او بدور الجارد اللي انت بتقدمه على الميديا، ولا حابب ان انت فيما بعد تتغير اللون دوت بعد طبعا ما يبقى فيه شهرة اكبر من كده، ولا انت حابب اللون ده؟
لا يا فندم لا خالص، دور البادي جارد او دور الاكشن او الحاجه اللي انا بعملها دي حاجه بتتفرض عليا ان المشهد عايز كده، لكن انا دلوقتي وصلت وربنا كرمني انا خلاص يبقى عندي حاجه بتاعتي، شركه الانتاج بتاعتي او حاجه بتاعتي، بقدم اللي انا عايز اعمله، بقدم كوميدي، بقدم تراجيدي، بقدم دراما، بقدم اكشن، كل حاجه انا بحبها بعملها. ويكون معايا مثلا حضرتك ايه الشغل كله بايد مين؟ بايد المخرج. المخرج هو اللي بيطلع من الشخص دوت ان هو شايف من الكاركتر بتاعه لا ده ينفع في الكوميدي، ده ينفع في الاكشن، ده ينفع في التراجيدي، ده ينفع في الدراما. فالمخرج هو اللي طلع مني ده، فبس هو ده اللي محتاج ان هو دلوقتي اللي مش مخرج يشتغل على يعني مثلا عبده يخش في كذا. فانا احنا معانا فيديو يا جماعه ممكن نعرضه للفنان عبده موته في مسلسل البركه. اوكي مسلسل البركه مع استاذ عمرو سعد. تمام اتكلم انتوا بتتكلموا يا فندم. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، مرحب بيكم في بيت حور تاني، معانا الفنان عبده موته. زي ما شفنا كده ده فيديو كده من مسلسل البركه. اتكلمنا عن احداث المسلسل يا عبده بقى. احداث المسلسل ان انا طالع من رجاله عشماوي. دوري ان انا طالع من رجاله عشماوي. بس انا في اخر في مكمل معاه وبحضر معاه الاحداث اول باول. فالمفروض ان عشماوي المفروض ان هو عشماوي مع حد يعني مع استاذ عمرو سعد وكده. فبيجي بقى الباشا اللي هو استاذ محمد لطفي، فالمفروض ان انا بكون عشماوي. بعمل ايه بقى؟ استاذ محمد لطفي بيتفق معايا او بيبعت لحد من رجالته وبيجوا على البيت لعشماوي، وانا بقول لهم اتاخرتوا ليه؟ انا بعت اللوكيشن بدري للباشا، شكله ياخد البيت وهيسافر. فبيقول لي طب اداري انت دلوقتي، اداري انت بحته عشان ما تبينش اللي انت عملته. بقول له لا اداري ايه؟ زي ما ضربت رجاله تضربني، عشان عشماوي وهشام خبر يتفني حي. يعني انا الراجل اللي انا بخونه فوق ده لو هشام خبر وعد منهم عشان عارف ان هو هيكسرهم، عشان عشماوي ده راجل خطير وهم جايبين في الاول مسلسل ان هو مافيا وعصابه والكلام ده كله. فهو بيضربني عشان بحيث ان هو لما يعدي مني ولما عشماوي يعرف الكلام ده كله يعدي مني المشهد ده. ايه رايك في التورتيه الجامده دي؟ لا جميله جدا ما شاء الله عليك. كلنا بقى انت عملت ايه كده شيف احمد؟ شايفك عملت نجوم، والنجوم دي شوكليت طبعا. طبعا في احنا كده حاجات حلوه قوي اتعملت. مش التورتيه كده خلاص ادينا الفكه ما خدتش وقت يا جماعه شلطة. ولا اي وقت خالص يعني ما خدتش 5 دقايق من الشيف احمد ما شاء الله عليك. حاجه جميله جدا ما شاء الله. اعتقد في الفرن يعني مش بتاخد 10 دقايق على فكره. التورته للحد اللي هو بيعملها كتير فبتبقى بالنسبه له حاجه بسيطه جدا ما بتاخدش وقت، وجد شكلها هايل جدا يعني وبقلل الامكانيات على فكره. الشوكليت ده طبعا مفروم. مبشور ازاي؟ بنبشره زي كده حضرتك. بمبشره حاجه بسيطه جدا. ما شفناش انت عملت ايه. بنبشره زي كده وبنمسك قطعه الشوكولاته وبنبشرها كده. طب ما احنا ممكن نكمل بشر الشوكولاته كده ولا ايه؟ عشان ناخد شوكليت كتير يا جماعه. قول لي يا احمد على موقف يكون الموقف دوت حصل لك وانت بتقدم مشهد او في اللوكيشن مع الفنانين الكبار، عايزه اكتر مشهد مضحك او اسعدك او فرحك. كوميدي اوكي او كوميدي. شغال في مسلسل مسلسل عفاريت عادل علام مع استاذ عادل امام. فالمفروض ان احنا مع النجم عادل امام طبعا. استاذ عادل امام الاستاذ الكبير استاذ عادل امام بحبه جدا. نجم النجوم طبعا. انا اصلا اتربيت على الافلام بتاعته، اتربيت على المسلسلات بتاعته دايما طبعا. لما بيكون في حاجه يعني انا مثلا في زيزو بتاع رمضان انا مثلا بتفرج دلوقتي على الاستاذ عادل امام. لحد دلوقتي في كل القنوات هتلاقي الافلام بتاعت النجم عادل امام مسيطره على كل القنوات على فكره. طبعا يا فندم انا هو نجم كبير وكل الفنانين اتعلموا منه الحقيقه يعني. طبعا لو لقيت انا حاجه ليه فاكيد انا بتفرج عليه. هو جدا كنت في مسلسل فالمفروض ان احنا انا طالع قوات خاصه. المشهد ان انا كلنا قوات خاصه، ملثمين كلنا جنب بعض كلنا قوات خاصه. فانا قاعد بتفرج على الاستاذ عادل امام جوه القهوه وقاعد بيعمل مشهد، فانا بقيت على نفسي بالضحك. انا بره طبعا مش على نفسي بالضحك وانا قوات خاصه بس مش باين خالص ان انا قوات خاصه. المهم استاذ عادل امام طالع فانا بقول له ايه؟ بقول له منور الدنيا يا فنان. فهو عدى شويه كده ولقى جنبه ناس من المظاهرين، احنا طبعا جوات خاصه كلنا ملثمين، ولقى نفسه جنب ناس من المتظاهرين. فراح عامل لهم ازاي؟ مين اللي قال يا فنان؟ مين اللي قال يا فنان؟ انا طبعا ورا لابس جوات خاصه عمال اضحك، وكل اللي جنبي الراجل اللي ورايا خض يا عيني ومش عارف يقول ايه. فالمهم بعد ما استاذ علي امام مشي زعق شويه وراح بعده ومشي، راح جاي لي يقول لي حد يقول لي الزعيم يا فنان؟ يا اخي حرام عليك. زعيم عادل الامام حتى هو زعلان بيبقى دمه خفيف. طبعا حد جميل وحد لذيذ ربنا يديله طول العمر ربنا يحفظه يا رب. استاذ عادل اضافه جميله جدا للفن وانا حتى بكون مبسوط جدا وانا شغال معاه. طلع التورتيه كده للمشاهدين بيشوفوها. طيب احنا قلنا الموقف بقى المضحك، عايزين بقى موقف يكون زعلك قوي 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 في اللوكيشن وانت بتقدمه يا عبده. هو بصراحه الموقف ده انا فعلا خدت يعني يكون اثر فيك فعلا. طبعا يا فندم. هو المفروض مثلا هو موقف عادي انا ما بحبش اذكره عشان انا شخصيتي نفسها ما بقتش ان انا احب ان انا اذكره، ما بحبش ان انا اشتغل معاه. كنت في فيلم الخليه
المفروض ان انا الاستاذ المخرج انا جاي تبع المكتب، فالمفروض ان انا طالع حد عادي جدا يعني، مش طالع مش واخد دور جامد ولا داخل حاجه، انا طالع حد عادي جدا، فالمفروض ان المشهد ده هيضيف لي اضافه. فالمفروض ان انا كنت داخل امن مبنى امن الدوله، كان معانا استاذ اشرف زكي ومعانا كذا حد، فداخل مبنى امن الدوله المفروض ان انا هاخد مشهد مع احمد عز، طالع معاه في امن الدوله وبلف معاه وبدخله المكاتب وبعمل حاجه كويسه، فاضافه ليا كويسه. فاستاذ المخرج خلاص اختارني ولبست اللبس وواقف، طب المفروض ان احنا هنخش المشهد، فلاقي احمد عز بيقول لي ايه، لا لا اللبس ده مش عاجبني. فقلت له طب يا استاذ اللي انت عايزه ايه؟ فقال لي هتلبس هتغير اللبس ده. رحت غيرت اللبس ولبست لبس ثاني خالص، لبست بدله وجيت وقفت. يعني انت لبست لبس الشخصيه في البدايه وهو قال لك لا غير اللبس ده خالص، مش لبس الشخصيه. خد ريتم ثاني، خد ريتم الاخراج، وده اصلا المفروض اصلا ده غلط. انا جاي يعني حضرتك يعني انت كنت لابس لبس الشخصيه بالفعل وهو قال لك لا غير اللبس. قال لي غير اللبس دوت. غيرت اللبس دوت. طب في مشكله شخصيه بينك وبينه؟ لا خالص يا فندم خالص. انا اصلا انا بروح حتى شغلي كله مسالم، انا بروح بقعد. طب قول لنا بقى عملت ايه وكملت. بعدين رحت لبست البدله ورجعت وقفت. تمام كده يا استاذ. انا ببص له هو عشان هو اللي يعني هو خلالي خد هو دور الاخراج، فانا ببص له هو. تمام كده يا استاذ. لا برضو. طب البس كده. طب اللبس كنت لابسه تاني. لبست اللبس كنت لابسه تاني ورجعت. لا اللبس ده مش هينفع. الاستاذ لا مش معايا. شوفوا لي حد تاني. طب ما الاخراج يا استاذ، الاخراج اختارني ليه بتقطع رزقي اول حاجه، وليه بتقطع المشهد اللي هو كان ممكن يعني مثلا يبقى اضافه ليا كويسه؟ فلوس قد ما هي قصه، طبعا قصه نجاح وقصه امل وقصه طموح، انك نفسك فعلا تقدم الحاجه اللي انت بتحبها. طبعا يا فندم. يعني في حاجه اسمها يا جماعه جبر الخواطر، يعني الموقف ده لما سمعته دلوقتي انا بجد اتضايقت. يعني ثلاث مرات يا فندم، ثلاث مرات يعني اللي بيكبر خاطر الانسان ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيكبر بخاطره في حاجات كتير جدا، لان انت مش هتكون ابدا اكرم من ربنا سبحانه وتعالى. فكلمني بس، احنا عايزين نتكلم بقى عن الجيم، لان انت من اكتر الناس يا عبدو موتى المواظبين قوي على الجيم. الجيم في الوقت الحالي يعني بتحصل فيه كوارث، وانا بناشد يا جماعه المسؤولين انهم يهتموا جدا جدا بالرقابه على الجيمات اللي موجوده على مستوى مصر كلها، خاصه الجيمات الموجوده في الاماكن الشعبيه. داخل الجيمات بتحصل كوارث وفي ناس كتير بتموت محدش بيعرف عنها حاجه خالص. يعني عندنا الحادثه الشهيره بتاعت الفنان هيثم احمد زكي الله يرحمه، وكلنا زعلنا عليه زعل كبير جدا جدا جدا، وكان موته صعقه بالنسبه لناس كتير، ولسه شاب صغير الله يرحمه. وكان سببها طبعا البروتين اللي هو اخده او الحقن اللي هو اخدها. طيب احنا يعني عايزه اعرف ايه اللي بيحصل داخل الجيمات، لان انت من اكتر الناس اللي بتبقى موجوده يوميا في الجيم. هو قصه يا فندم، قصه اللي بيروح دوت فقد، يعني ايه فقد الوعي؟ يعني ايه فقد الوعي؟ يعني هو بيروح عايز شايف قدامه كله ناس عضلات، ناس بتتمرن، ناس كويسه، فعايز اكون زي دوت. فبيعمل ايه؟ بيلجأ ان هو يروح للمدرب. في ناس طبعا بتروح للمدربين فاهمه وعارفه ودارسه، وبيبقى ناس بتروح للمدربين مؤاخذه اللي هم تحت السلم، يعني لسه مثلا يعني مثلا ايه فهم مثلا اللي هي لتمرين البنش. عبدو، لكن طبعا لو هنتكلم على الفنان انا هيثم اكيد يعني مش هيروح للجيم تحت السلم. لا اكيد خالص. كان في جيم عالي وهو بيشتغل على نفسه وعلى فورمته. لا اكيد في حاجه في الفيتامينز اللي بياخدوها يا جماعه بتاثر عليهم. يعني بص يا فندم، هي القصه كلها لازم يكون في تحليلات وفي رقابه. القصه كلها يا فندم ان هي لو الجيم من غير غذاء بلاش تمرين، من غير نوم بلاش تمرين، الغذاء بنفسيه وحشه بلاش تمرين. يعني الحاجات دول اهم ثلاث حاجات. الغذاء ممكن الجيم من 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 غير تحليلات ومن غير الفحوصات، والواحد يعرف هو عنده ايه، او ممكن مثلا يبقى عنده مثلا ضعف مثلا في عضله القلب، ممكن يبقى عنده اي مشكله في جسمه، ان هو ما ينفعش ياخد الفيتامينز دوت. ممكن يكون في ظروف صحيه فعلا ما تأهلوش ان هو ياخد الفيتامينز ده فيتسبب في موته من غير ما يحس. طب احنا ليه نساعده ان هو يزي نفسه؟ طب ما احنا ممكن نعمل له تحليلات بسيطه تبقى موجوده، تطلب الجيم بيطلب. يا ريت، انا بتكلم في الموضوع ده، يا ريت الناس تهتم يا جماعه. في ناس كتير بتموت، شباب دول كنز البلد، شبابنا ولادنا. في المجمل نتعب عشانهم كتير عشان نخليهم رجاله بلدنا وكنوزنا، ازاي ان احنا نسيبهم بيموتوا في الجيمات بشكل رهيب؟ يعني في المجمل يا فندم في تحليلات او اي حاجه بتطلع على بيطلبها الجيم نفسه، تحليلات معينه بيروح يعملها لو هو مؤهل، وبعدين يبقى في رقابه على نوعيه المنتجات اللي بياخدها اللي داخل الشاب اللي داخل الجيم دوت. طيب انا دلوقتي الفقره انتهت. بشكرك يا عبدو، وتحب تقول حاجه للمشاهدين وكمان تدي نصيحه للشباب اللي من سنك، لان انت من اكتر الناس اللي بتشتغل على نفسك وما عندكش وقت فراغ خالص، فما عندكش عنف خالص، فهتقول حاجه للشباب. يعني حضرتك دلوقتي عندك هدف وقاعد في البيت،
لا انزل اشتغل على نفسك، انزل اشتغل اي حاجه. انا جت عليا فتره كنت بشتغل اي حاجه، اشتغل شيال، بشتغل في سوبر ماركت، بشتغل في الجيم، اي حاجه اشتغلها بس ان انت تبدا ان انت تطور من نفسك، تبدا انت تطور من هدفك، تبدا ان انت تعمل حاجه تفيد بلدك. كل الشباب دلوقتي سياده الرئيس شغال ما شاء الله بيعمل شغل كويس جدا، كل الشباب دلوقتي اي حاجه قدم فيها لحد ما ربنا ما يكرمك وتوصل لهدفك. بلاش تقعد لي على القهوه، بلاش تقفل على النواصي، بلاش ان انت تبقى انسان سلبي، لا خليك انسان ايجابي. كل واحد عنده حلم يبدا ان هو يشتغل عليه، واللي ما بيلعبش رياضه يلعب رياضه. يعني حضرتك لو عندك من سن 20 سنه لحد سن 70 سنه انزل اتدرب، اعمل رياضه، اعمل حاجه مفيده فيد بيها بلدك. الرياضه واللي بتعمله في مجتمعنا رياضه، رياضه بتقتل الفراغ تماما، تقتل العنف. بشكرك الفنان عبده موته كان معايا النهارده الممثل، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. شرف ليا يا فندم، ومش اخر حلقه ان شاء الله، نستضيفك في حلقات تانية كتير، انت من الناس المجتهده. هنطلع فاصل صغير اعزائي المشاهدين، ابقوا معنا. ورجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا بعزيزي المشاهدين مره ثانيه، ومعانا ضيف مش عادي. هو مش عادي خالص، هو انسان خارق، انسان كده غريب، بياكل كل حاجه كده، يعني ممكن اي حاجه يشوفها ياكلها، لدرجه ان انا بقف جنبه بحس ان انا هتاكل. يعني معايا النهارده الكابوس العالمي احمد كمال. اهلا بيك يا احمد كمال، منور القناه. اهلا وسهلا بحضرتك. اكلت ايه النهارده؟ انا لسه والله زي ما تقولي كده يعني ما فطرتش او حاجه زي كده. يعني احنا هنفطر دلوقتي مع بعض مع احمد. احمد هيفطر النهارده. طيب قبل ما نتكلم في اي حاجه او نفطر، لان فطار احمد مش فطار عادي خالص، حضراتكم هتشوفوا دلوقتي فطار غريب جدا، يعني مش هياكل تورته ولا هياكل ساندوتش ولا هياكل اي حاجه. هو طبعا هياكل ازاز وهياكل نار، وطبعا مش عايزين اي حد من الشباب او الاطفال انه يقلده، دي حاجة طبعا مفروغ منها يا جماعة. وربنا سبحانه وتعالى مديله موهبة خارقة، بيعمل حاجات مش أي حد يعرف يعملها، لأن ممكن أي حد يحاول بس أنه يقلد أحمد أو أي حد من الناس اللي بتعمل الحاجات دي هيتأذي، وهيتأذي أذية جامدة جدا. خلاص، بس قبل ما نتكلم في أي حاجة نبدأ تعرف الجمهور بيك. إزاي بدأت؟ إزاي اكتشفت موهبتك يا أحمد؟ أو إزاي اكتشفت القوة الخارقة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك ومداهاش لأي حد تاني وانت صغير يا أحمد؟ كلمني كده، لأن الحاجة دي غريبة فعلا. الحمد لله، وربنا لما بيدي حد حاجة يعني بيبقى عارف هو استغلها في أو هو هيطلع إزاي. تمام؟ فربنا يعني خلقنا طبقات فوق بعضين، خلق الغني والفقير وكده يعني. أكيد. تمام طبعا. فهي القدرات دي نعمه كبيره من عند ربنا. يعني مش هي حد، انا يعني برضو بشوف يعني ناس. تقصد تقول ان القدرات الحاجات دي بتبقى قدرات، بتبقى برضو مراحل يعني. بص، انا اكلمك عن القوه الخارقه. القوه الخارقه دي مش معناتها ان احنا بنطير في الجو ولا الكلام ده كله. دي حاجات مثلا احنا مثلا غير البني ادم العادي، يعني ما نتعبش مثلا. لو جالنا احنا بنتعب بس مش أكيد. بطريقه الانسان العادي اللي هو يتعب بقى اللي الكلام. هو يعني كان كده جالك شويه مغص كده صغير. تمام، حاجه زي كده. بس يعني انا برضو عايزه تشوف كده الشيف احمد اللي هوني يعني مقصر الدنيا النهارده معانا. الدنيا كلها بيعمل لنا. عرف بقى الجمهور انت بتعمل ايه شيف احمد، يعني بيعمل حاجات يا جماعه حاجات بسيطه جدا وطعمها حلو جدا. قول لنا بقى انت بتعمل ايه دلوقتي. احنا طبعا ده كنافه النابلسيه اللي هي بالجبنه. طبعا كلنا بنشتري الكنافه النابلسيه من المحلات الكبيره او المحلات الصغيره على قد امكانياتنا. هيقول لنا طبعا دي فطار الناس الطبيعي، انت مالكش دعوه بيها خالص. انا شايفك حاطط حاجه في الصينيه، يعني فرش ايه في الصينيه قبل ما تحط سمنه الكنافة. بنحط طبقه سمنه خفيفه. اي نوع سمنه شيء؟ اي نوع ولا؟ اي نوع. أوكي. مش شرط نوع معين، اي نوع زبده ممكن. زبده. أوكي. ممكن طبعا، ويا ريت لو نبتة تبقى افضل لان الجبنه اصلا دسمه. فبنحط اي نوع سمنه خفيف شويه كده. بتاعتها ايه كده للجمهور؟ الكنافه السمنه الاول، والكنافه فوق منها طبقه الكنافه، بعد كده بنحط طبقه الجبنه كده بالراحه. نوع الجبنه دي ايه يا شيف احمد؟ جبنه نابلسيه او جبنه عكاوي. جبنه نابلسيه دي بتكون متوفره في الماركتات؟ طبعا متوفره. اوكي. متوفره في السوبر ماركت، كل السوبر ماركت بنحطها كده على الكنافه. اي حد ياكلها ولا لا؟ طبعا مرضى السكر يا جماعه. لا ياكلوا منها مرضى السكر بالذات، مش اي حاجه ابدا ممكن ياكلوها. لا هي بس ممكن تزود السكر بشكل مش طبيعي. هي قطعه كنافه يعني لو مريض السكر تناولها بشكل بسيط كده بتاثر برضو بكميات معينه. بكميات بسيطه، بكميات معينه افضل. لا مكونات معينه كده كميه لا كميه صغيره خالص مش هتضر ان شاء الله يعني. أوكي. بنحط الجبنه كده وبعدين بنروح حاطينها على النار. اوكي.
هنرجع بقى للمتوحش الخارق ونسيب الشيف احمد يعيش حياته مع الكنافه النابلسيه ويقدمها لنا في الاخر. المتوحش الخارق احمد، قول لي بقى الموهبه الخارقه اللي عندك دي، فكرت في يوم، بس خليك صريح معايا، فكرت في يوم ان انت تستخدمها في الشهر يا احمد؟ والله دي حاجه ما ينفعش خالص، لان ربنا زي ما عطاها لي ممكن اخدها في اي وقت، يعني في ثانيه. البني ادم اصلا يعني اقل شويه تعايا اصلا، سواء احنا خارج بتطير في الجو، بتلعب مصارعه، بتلعب ملاكمه، اي حاجه تاثر فيك طبيعي، دي الطبيعه بتاع ربنا. وانت صغير كنت بتعمل حاجات غريبه غير الاطفال العاديين، تعمل ايه؟ وانا صغير بصراحه عايش ازاي اصلا؟ وانا صغير بصراحه يعني دي اللي انا طرحت بيها، ووالدتي قالت لي يعني بصراحه قالت لي هو ما كانش حد بيشيلك بسهوله، دي الطبيعه يعني. طيب ما كانش حد بيعرف يشيلك بسهوله لان انت كان حجمك بيجر وكبير، ولا كان جسم طبيعي وكنت؟ لا لا، انا مولود حاجه كده يعني سبحان الله من عند ربنا، اللي كان يشيلني ما كانش حد يقدر يعني بصراحه، كان دي تنزل بيه كده والكلام ده كله. فكانت والدتي تخاف عليا يعني، اللي هي تديني لحد تاني، لان انا مثلا انا شاب واربع بنات، فانا الواد الوحيد بقى الدلوع والكلام ده كله. فكانت هم بقى تجربة كانت عارفه ان انا عندي حاجه غريبه والكلام ده كله، لان انا كنت برضو بعمل حاجات غير الاطفال يعني، باكل، ممكن اقعد العب مع مؤاخذه في الشارع كده، اكل طوب بتاع الكلام ده. والله فكنت يعني كنت منفوخ كده. طب قول لي الاطفال كانوا بيخافوا منك يا احمد وانت صغير؟ يعني كانوا بيتجنبوك، ولا كانوا بيلعبوا معاك، ولا كانوا بيحتموا فيك؟ كانت حياتك مع الاطفال اللي في سنك كانت عامله ازاي؟ بص، هو سواء انا كبير سواء انا صغير، تمام، ما ينفعش ان انا اخلي حد يخاف مني نهائي. انا ممكن بس وانت صغير يعني كان الحاجه دي بتحصل بشكل تلقائي يعني. هو انا صغير كان بيحصل شد عنف يعني بين الخناقات العاديه بين الاطفال واي حد يعني، بس كنت انا يعني مشاغب شويه. كنت بتضربهم يعني؟ كنت مظبطهم وبتضربهم؟ كنت مشاغب. هو ده احمد كمان. كنت مشاغب. اتعرض عليك فلوس عشان تستخدم القوه اللي ربنا مديها لك ديت في الشر؟ اتعرض عليك فلوس قبل كده؟ والله بص، هي الفكره احنا بنتكلم بصراحه. لا، وانا بكلمك بصراحه، مش الفكره ان انا يتعرض عليا فلوس ولا الكلام ده كله، الفكره انت بتشوف المشكله فين وبتحلها. يعني انا الحمد لله في بعض الناس عارفاني فبتطلبني احمد، طبعا شروطي كابوس، الناس بتقول لي كابوس على طول. اوكي. كابوس في مشكله والنبي واحد واحد كده يا ريت. واحمد بيتكلم يا جماعه، بس الكاميرا تيجي على الشيف احمد، مجنني، بيعمل حاجات جميله جدا يعني. فالطبيعي عادي يعني ان انا مثلا احل لهم مشكلتهم بدور اي خناجات او ضربه او عنف والكلام ده كله. بعض الناس عارفه عني ان انا ما بفتريش، بس سبحان الله محترم معاهم والناس كلها بتحبني يعني، اهم حاجه. تمام. بس بالنسبه للموهبه اللي عندك او القوه الخارقه اللي عندك، بتحس ان ربنا سبحانه وتعالى ادالك مسج كده، بيبعت لك بيها رساله تكمل بيها بقيه حياتك، او رساله بتديها بتسقطها على شباب المجتمع المصري؟ ما انت لازم برضو بتقدم حاجه لبلدك برضو او للشباب اللي موجودين. حسيت ان في مسج مبعوته لك من ربنا يا احمد؟ سبحان الله. هو ممكن تكون اختبار او ابتلاء؟ ده هو اختبار يعني. هو اكيد اختبار طبعا. اكيد اختبار طبعا، لان ربنا بيقول لك سبحان الله تعالى ما يديش حد يعني، ما يديش حد حاجه وبس. اكيد. لان يعني طبيعي لو انت افتريت بيها ربنا يعني هيمرضك ويحصل لك اي حاجه، حادثه، اصابه، مش هتقوم منها. فاحنا بنحاول برضو ندريها على قدر الامكان، او نحاول ان احنا نصاحب الناس، نحب الناس، الناس تحبنا. فدي النصيحه اللي انا عايز اقولها للشباب برضو، اللي انا شايفه اليومين دول الشباب برضو بتتعامل باسلوب شوارعي، عنف، ومفيش حد بيحترم. هو ده موضوع حلقتنا النهارده، وكنا بنتكلم في الفقره اللي فاتت مع الفنان عبده موته عن موضوع العنف والفراغ. طبعا انت عارف الفراغ اللي بيعاني منه الشباب في الفتره دي بسبب انشغال الام في شغلها، والاب طبعا في شغله، والولد او البنت موجودين في البيت مفيش حد معاهم، فبيضطروا ان هم يعرفوا اصدقاء طبعا وبياخدوهم في دنيا ثانيه. طيب الرساله اللي انت بتقدمها للشباب النهارده من خلال المكان اللي انت فيه والقوه اللي انت بقيت فيها دلوقتي يا احمد، ايه المسج اللي انت هتديها للشباب؟ والله بقول لكل شاب وكل اخويا يعني، انا بقول للناس كلها اخواتي، تمام؟ اوكي. اللي انت يعني بلاش تعمل عنف، لان العنف اخرته وحشه.
بتلاقي نفسك في مصيبه، تتحبس، اهلك يبهدلوا وراك، الكلام ده كله. فاحنا بنقول لك يعني انت حاول يعني تبقى محترم. احنا بالنسبه لنا احنا ممكن يعني بص ربنا عطينا ايه مش بنبين، يعني ممكن نسلم على الناس عادي. بجد انا بحييك من هنا قدام الجمهور، فعلا بحييك ان انت عندك حاجة فعلا ممكن تستخدمها وتدخلك ملايين، ومع ذلك فعلا فعلا اللي عايزة اقول لكم ان الراجل ده من اطيب خلق الله، يعني من احسن خلق الله خلقا. فتسلم الايد اللي ربت ما شاء الله يعني. بس انا برضو القوة الخارقة اللي فيك مش هنعدي الحلقة كده لما نفطر مع بعض النهاردة بالازاز مع احمد، ونشوفك هتقدم لنا ايه النهاردة يا احمد. اتفضل. عادي، هو محدش يزغب، بس دي طبيعي يعني، محدش يخاف يا جماعة. يعني انا مثلا ما خافش مثلا يعني. دي طبعا لندا معروف. انا بس انا اقدم نموذج. اه دي احمد نموذج يعني عشان الجمهور يبقى شايفك. اه بس عشان لندا بس لما يعني بصرح. المعروف ان الناس لما بتفطر بتبقى بتفطر وهي قاعده. هو الطبيعي ده اصلا ده لندا البودر اللي فيها سمنه. اكيد طبعا سامه جدا. دي سامه عشان بس ما حدش يقلدنا، لان انا شفت بعض الناس. انا كنت عامل حفله قبل كده ولقيت لك واحد، انا بعد ما كسرته وكل لقيته راح خدش كده عورته فتحته. طبعا طبعا خطر جدا يا جماعه، ما حدش يقلده طبعا. انت يعني حاول يعني احنا بنعرض احنا بنعرض احمد والشو بتاعه عشان نوري قد ايه قدره ربنا، وربنا قدير انه يعمل حاجات، يعمل كل حاجه يعني، ربنا قادر على كل شيء. وبرضه عشان ندي مسج من خلال الحلقه ان ما حدش يستخدم اي قوه ربنا مديها له، سواء خارقه او مش خارقه، سواء قوه ماديه او قوه عضليه، ما يستخدمهاش غير في الخير. لان انت كل حاجه بتتقدم لك في حياتك بتتقدم لك بتبقى سلاح ذو حدين، بستخدمها في الخير. اوكي يلا بينا يا احمد، عايزين نفطر، ما تاخدناش بتوكا. تمام. انا عايز اكسر لاند بس، خايف لحسن كتير على الحاجات. طيب. اللي عندي. اكسرها وترجع تقعد. اوكي اتفضل. اكسرها بس وارجع بس. اوه عشان بس تبان للناس اللي هي لاند. اوكي هنبدا بقى نشتغل. اكيد باينه طبعا زي الاكل طبعا، ما تجيش عندنا. احنا هناكل يا جماعه، احنا مالناش دعوه باحمد كمال خالص يعني. انت كل يا احمد كمال اتفضل افطر، هو هيفطر واحنا هناكل الحلويات والبشاميل بتاعنا يعني. الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله عليك. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا ما يعني اعصابي كلها هربت يعني، مفيش خالص. سبحان الله. عارفين ان البودره دي دم طبعا سامه. سامه طبعا جدا. قدام الكاميرا بس عشان تجيبها. بص كده الكاميرا بس تجيبها. تمام. اوكي. دي بودره سامه جدا. سمة خطر. يعني. والدكتوره عارفه بالكلام ده كويس. بص بقى. اكيد. انا والله بشفق عليك يا احمد بجد يعني، بس هو ده فطار احمد المفضل يا جماعه. كاميرا تمام. احساسك يا شيف احمد وانت شايف احمد برضو بياكل الازاز، احساسك ايه؟ حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس باللي انا حاسه بيه؟ حاسس برعب. يعني بجد الموضوع صعب جدا يعني. ازاي بتشتغل على نفسك وتطور موهبتك يا احمد؟ لا انا ببلع تمام. مش عايز هي دي طريقه اكل سالكه يا باشا، ما خليك انت في الاكل. طيب يا احمد نكتفي بالقدر ده كفايه ونكمل فطار بعد الحلقه، ايه رايك؟ سبحان الله، وربنا فعلا قادر على كل شيء. طبعا اي حد هيفكر بس انه ياخد حته ولو صغيره من الازاز دوت يعني هيروح الخبر كام على المستشفى على طول. فجماعه ما حدش يقلده خالص، ولا طفل ولا كبير ولا اي حاجه. تعرض عليك تمثيل يا احمد وتستخدم الموهبه دي في التمثيل؟ تعرض عليك تمثيل قبل كده؟ عملت فيلم قبل كده تمام، وطلعت فيه مشهد زي الذنب والارض يعني وكده. اه اسمه ايه الفيلم؟ عايش ميت. مخرج صالح عبد القادر. صالح عبد القادر. اه تمام. بس يعني عجبتك فكره التمثيل وحبيت ان انت تكمل بعد كده وتاخد المجال دوت، بما ان طبعا جسمك رياضي وعندك موهبه وما شاء الله وشك حلو على الشاشه برضه، فحبيت ان انت تكمل في المجال ده ولا ايه؟ والله يا ربنا سبحان الله تعالى يعني بيشيل الواحد كل حاجه حلوه. أكيد. انا مش معترض على حكم ربنا اللي انا ما وصلتش ليه لحد دلوقتي.
تمام. شويه ميه بس، ممكن شويه ميه. طب طب نحاول نطلع فاصل يا جماعه، نجيب له وناخد احمد ياخد ميه ونرجع لكم تاني من فضلكم. نطلع فاصل ورجعنا لكم بعد ما احمد شرب الميه عشان ياكل الفحم، ياكل فحم السخن يعني حاجه كده برضو، حاجه خطر جدا يعني. احمد هياكل الفحم السخن يا جماعه، يعني نار، هياكل نار. نوري الجمهور كده قوه خارقه جدا. هي مولعه يا احمد، بتنفخ في ايه؟ طبعا ما حدش يقدر يستحمل حتى ان هو يمسكها في ايده، خلي بالكم يا جماعه بس عشان ما حدش يقلد احمد. الف هنا والشفا يا احمد بجد يعني. الف هنا، الف هنا. انت بقى بعد ما بتاكل الحاجات دي يا احمد بتحس بايه؟ ايه الشعور اللي انت بتحسه، او ايه مدى السعاده اللي انت بتحسها لما بتاكل الفحم، بتاكل النار وبتاكل الازاز وبتتني السكينه في رقبتك ويعني حاجات كتير. اديني بقى احساسك الاخير عشان الحلقه خلاص بتخلص مننا. والله يا وجبه زي اي حد بيتسطعم عادي. وجبه زي اي وجبه. طب دي قدرات وعادي، ربنا بيدي حد كل حاجه. تقول كلمه اخيره للشباب يا احمد؟ بقول للشباب بلاش الافتراء وخليكم يعني متواضعين، عشان احنا بص الحمد لله ربنا عطينا قوه والله العظيم، بس ما بنفتريش. اشكرك يا احمد، عشان دي بتاع ربنا. اشكرك الكابوس العالمي معانا، كان معانا النهارده، نورني ونورني الفنان عبد موتى. بشكركم وبشكر نجم الحلويات الشيف احمد اللي هوني. تحب تقول حاجه يا شيف قبل ما نختم؟ لا ميرسي جدا ليكم، وسعيد بلقاء حضرتك. طيب. وان شاء الله الحاجه تعجب الناس باذن الله. لا واضح انها حاجات جميله. بشكركم اعزائي المشاهدين، وبشكر شيف احمد على التورتايه الجميله اللي عملها لي في عيد ميلادي. بعيد على حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، واشوفكم الحلقه جاي على خير. تحياتي كانت معكم حور ناجي.